الحجة مش طابخة أكلات نزل طلبات الحجة بتكرر طبخات نزل طلبات بدك برجر شاورما تركي أو فاهيتا بدك صيني ياباني باستا بدك بيتزا 900 مطعم مان فوت واختار بس وعك تفوت على جوع لأنك حتفوت تحتار وصح في ميزة على الأب فيك تعرف وين الدرايفر وأكلك على الماب وكل فترة والثانية بتلاقي خصومات ولسه ما حكيت لك عن أحلى الأوفرات التوصيل بس دينار والخدمة 5 ستار والأكل بوصل سخن لا عندك بيكدح نار وللي عامل دايت في وجبات خفيفة المشكلة مش ساحب معيش ولا تعريفة يا رجل فيك تحاسب فأكثر من طريقة مان فيك تحاسب كاش وفيك تحاسب بيزا مان مش طبيعي شو رهيب روحات التليفون خلينا ننزل التطبيق بس يجي التليفون بتقول لابنك هات توت على الأب ستور وبتنزل طلبات